وإلى ميادين الانتصارات للجيش واللجان الشعبية، فقد أكد مصدر عسكري مصرع العميد جحد الحنش قائد اللواء 21 ميكا المعين من قبل الغزاة وعدد من مرافقيه في محافظة شبوة. المصدر أوضح أن العميد جحدل قائد اللواء 21 ميكا ومرافقيه لقوا مصرعهم خلال محاولة فاشلة للزحف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في بيحان. إلى ذلك تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير 17 دبابة ومدرعة وآلية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي خلال المواجهات في مناطق عسيلان وبيحان. المصدر لفت إلى أن رجال الجيش واللجان تمكنوا من تدمير وإحراق دبابتين وثمانية أطقم عسكرية وسبع عربات ومدرعات تابعة لمرتزقة العدوان خلال المواجهات في مناطق الصفراء وعسيلان وجبل شميس وحيد بن عقيل ببيحان. المصدر أشار إلى أن هذه العملية أدت إلى مصرع وإصابة عشرات المرتزقة من بينهم قيادات بارزة. وسط الشجر، وسط الشجر، كانت خطيئة السيارة على وسط الشجر. مهما ظل العدوان بإعلام الحرق الكذاب، لأن إحنا قد بزوا بيحان، فإحنا هنا وسط بيحان ثابتون وصامدون صمود الجبال الرواسي، ونقول لهم لن نتزعزع واحنا ثابتون وصامدون ثبات الجبال. في رساله للاعداء، نحن الجيش واللجان الشعبيه في مديريه بيحان، وباذن الله ان نحن صامدون اما النصر ولا الشهاده. ورسالتنا للاعداء ان نحن صامدين لو ما يبقى واحد. هربوا 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 هربوا. شل رجلك. هاي عناصر التكفير تولي الأدبار وتفرق أحد الآليات. سمك فيك اليوم. اللهم هرب. هاي عناصر التكفير تولي الأدبار في مديرية بيحان في محافظة شبوه. هربوا 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 هربوا. شل رجلك. هاي عناصر التكفير تولي الأدبار وتفرق أحد الآليات. سمك فيك اليوم. اللهم هرب.
هاي العناصر التكثيرية تولي الأدبار في مديرية بيحان في محافظة شبوه.